أخبار الرياضة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. تعرف البطولة العالمية للكاراتيه أشبال وأواسط المقامة بتركيا تألق المنتخب الجزائري الذي تأهل رياضيوه إلى 5 نهائيات في إنجاز يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الكاراتيه الجزائري. وأظهر عناصر المنتخب الجزائري مستوى عال جدا في هذه التظاهرة العالمية، وفي المنافسة على الذهب ستتنافس كل من سيليا ويكان في وزن أقل من 50 كيلوغرام، ولويزا أبو ريش في وزن أقل من 55 كيلوغرام، ودويدي نزيم في وزن أقل من 63 كيلوغرام أشبال. ولمعرفة جديد المنتخب الجزائري للكاراتيه نربط الاتصال برئيس الاتحادية الجزائرية للعبة ياسين غوري المتواجد حاليا بتركيا. أهلا بك سيد غوري. أهلا بكم وتحية لكل المشاهدين قناة الجيفاتكات، وتحية للشعب الجزائري. أدخل مباشرة في الموضوع. مبروك علينا أول نهائي، فاز نزيم دويدي الآن منذ لحظات، منذ حوالي دقيقتين فاز بالمباراة النهائية على التركي 2-0، ومبروك للجزائر بطل عالمي جديد، مبروك لشباب الجزائر خاصة مع احتفالات النوفمبرية، نسميها هذه ميدالية نوفمبرية بإذن الله. نعم سيد غوري، نتائج مبهرة ومميزة للنخبة الجزائرية في البطولة العالمية ووصول أكثر 5 مصارعين للنهائي وتتويج بنزيم دويدي بالذهب، هو إنجاز ربما تاريخي للكاراتيه الذي يواصل تألقه بعد الألعاب المتوسطية. نعم، هذا إلا تأكيد على المجهودات اللي تقوم بها الاتحادية والمشروع اللي قدمناه في هذه العهدة الجديدة، والحمد لله اليوم النتائج هي اللي تتكلم على نفسها بقيادة المدرب العالمي المصري محمد عبد الرجال جودة حسن، اللي نحييه بهذا الفوز، وإن شاء الله فيه نعد لكل الشعب الجزائري فيه تتويجات إن شاء الله في القادم إن شاء الله، بداية من الغد إن شاء الله إن شاء الله يكون فيه ميداليتين ذهبيتين للويزا ولكل من سيليا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد غوري. هنا معي لو حبيتوا تكلموا مع المدرب المصري هنا معي على المباشر، تحبوا نقدمه لكم، هو يقول الكلمة للشعب الجزائري. شكرا، سنعاود الاتصال ربما في نشراتنا المقبلة لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك سيد ياسين غوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتيه المتواجد حاليا بتركيا، وحد موفق للنخبة الجزائرية. نواصل في أخبارنا الرياضية، حيث تلعب اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتضن ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وليدز يونايتد، لقاء يعد بالكثير من الإثارة والندية بين الفريقين. وفي مواجهة أخرى يستضيف ليستر سيتي مانشستر سيتي على ملعب كينغ باور، ويحل توتنهام هوتسبير ضيفا ثقيلا على بورنموث ويواجه تشيلسي برايتون. في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يكون لدينا وقت للراحة، أما في دوري الأبطال فلا، سنلعب مباراة نهائية، ولهذا السبب أيضا قراري هو محاولة اتخاذ القرار الأفضل ومعرفة من اللاعبين متعب حقا، لأنني لا أريد المخاطرة، إنها مباراة نهائية يوم الثلاثاء. بالنسبة لهاري كين هو بخير ويشعر بتحسن، يريد لعب المباراة، لقد أكد جاهزيته، إنه دائما لاعب مهم بالنسبة لنا. خلال المباريات الثلاث الأخيرة يوجد فرق كبير بين النتائج والأداء الذي يقدمه الليدز، إنه أمر نمطي عندما تنظر إلى آخر 4 أو 5 مباريات لم يحصلوا فيها على نتيجة، ويخطر لك أنهم يمرون بمرحلة صعبة، ثم تشاهد المباراة وتستنتج أنهم بالفعل في فترة جيدة، ما ينقصهم هو تحقيق النتيجة وإلحاق الهزيمة بالخصوم، وذلك هو الليدز الذي أستعد لمواجهته.
يواجه برشلونة فالنسيا في قمة مباريات الجولة 12 من الدوري الإسباني على ملعب المستايا، ويحتل البارسا المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يسعى فالنسيا لحصد مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية. هذا أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إلى أن خروج فريقه أو إلى أن فريقه عليه نسيان الخروج المهين من مسابقة دوري الأبطال والتركيز على ما تبقى من مسابقة الدوري الإسباني. أنا ما زلت إيجابيا، الخروج من دوري أبطال أوروبا يمثل ضربة قوية، لكن لا تزال لدينا مسابقات أخرى ولا يزال بإمكاننا أن نحظى بموسم رائع. يمكننا القتال للفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك وحتى كأس السوبر، ولدينا أيضا الدوري الأوروبي، لذلك دعونا نقاتل. أعتقد أنه لدينا في الدوري الإسباني ديناميكية جيدة، لعبنا آخر مبارتين بطريقة ممتازة ضد منافسين أقوياء. نواجه غدا منافسا قويا فالنسيا، إنها فرصة أخرى لإظهار رد فعلنا ولإظهار فخرنا وشخصنا. يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره ليتشي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي، ويحتل اليوفي المركز الثامن هذا الموسم برصيد 19 نقطة، فيما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط. وكان نادي سيد العجوز قد حقق فوزا سهلا على نظيره إمبولي بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية، وفيما يلي جدول لقاءات الدوري الإيطالي. في الدوري الفرنسي يواجه باريس سان جيرمان نادي تروا لحساب الجولة 12، ويحتل نادي الباريسي صدارة الليغ 1 برصيد 32 نقطة، بينما يحتل تروا المركز 11 برصيد 13 نقطة. ويسعى نادي العاصمة الفرنسية لمواصلة السلسلة اللا هزيمة هذا الموسم والتي بلغت 18 مباراة. سجلنا 50 هدف، سجل منها ميسي، نيمار ومبابي 40 هدفا. إذا ما نظرنا إلى آخر ثلاث مباريات قمنا بتغيير خطة اللعب، نرى أن كليان مبابي قدم التمرير الحاسم لهدف نيمار، كما أن ميسي ومبابي تمتعوا بنجاة كبيرة خلال مباراة أجاكسيو. وفي جميع المباريات الثلاثة كان ميسي، نيمار ومبابي فعالين للغاية، ليس فقط من حيث جودة اللعب وإنما من خلال اللعب معا أيضا. يسعى أتلتيكو بارانينسي البرازيلي لتحقيق لقبه الأول في لقب أو في كوبا ليبرتادوريس عندما يواجه فلامينغو وصيف النسخة الماضية، ويريد أتلتيكو بارانينسي أن يختتم مسيرة مدربه لويس فيليبي سكولاري بطريقة مثالية ضد خصم خاض ثلاث نهائيات من أصل آخر أربعة في البطولة. يجب أن نكون في أفضل حال لنجعل الأمر صعبا على فلامينغو. نرجو أن نكون الفائزين في هذه المباراة التي تختلف تماما عن سابقاتها. سنعمل حتى لا نرتكب نفس الأخطاء التي ارتكبناها من قبل. يمكننا ارتكاب الأخطاء لكن ليس في هذه المباراة. نعلم جميعا مثل فلامينغو أن هذه المباراة لا يمكن فيها ارتكاب الأخطاء. لا أحد يفوز بالبطولة بين عشية وضحاها. لقد أعددنا أنفسنا بالفعل. أعتقد أن فلامينغو مستعد جيدا لهذه المباراة. أمل فقط أن نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا في الملعب. فلامينغو الحقيقي ذلك الذي لعب بشكل جيد في هاتين المسابقتين، كوبا ليبرتادوريس وكأس البرازيل، والذي قدم مستوى جيد في الدور البرازيلي. سأكون سعيدا جدا إذا حققنا ذلك. وصلنا إلى ختام هذا الموعد الرياضي، للمزيد تابعونا على مختلف منصات قناة الجزائر الدولية على الإنترنت. إلى اللقاء.